السلام عليكم الأصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد مع قناة الأوديو سيتي. وكالمعتاد هذه المرحلة أو الوقيتة اللي تقتل فيها سيدنا الحسين رضي الله عنه في الحدود ديال العراق قبل ما يوصل الكوفة، منطقة سميتها كربلاء. والشيعة المجوس اليوم كيبكيو على سيدنا الحسين، الدراري كيلعبوا الكورانا، يعني كيبكيو على سيدنا الحسين. طيب، سيدنا علي رضي الله عنه حتى هو مات مقتول، كاين ولا لا؟ علاش ما كيبكيوش عليه؟ ياك هو افضل من ابنه. دابا شكون اللي فضل في العلم والمعرفه وحضر النبي والقران اول ما نزل؟ حضر لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان في عمره 9 سنين اعلن اسلامه. من الافضل؟ هو سيدنا الحسين ولا سيدنا علي بن ابي طالب؟ سيدنا علي بن ابي طالب بطبيعه الحال. ولكن علاش ما كيبكيوش عليه كل عام ويديروا المندبه يا علي وين دبو يديروا؟ ما يمكنش. علاش؟ ولانه هما اللي قتلوه من بعد معركه صفين، ما قدروش ينتصروا على معاويه بن ابي سفيان ويقتلوه. نشاطر الجيش ديالو الى النهروان والى الخوارج والى ما نعرف، وهما اللي تامروا وقتلوه باش يتهناوا منه. لان من بعد 5 سنين ملي بايعوه تحت القهر، بايعوه تحت التهديد، دوز 5 سنين وما قدرش يوصل لهم المعاويه وما قدرش يوصل لعمرو بن العاص باش يقتلهم. فكانت النهايه ديالهم هي في التحكيم من بعد صفين. ابو موسى الاشعري بطبيعه الحال كيقول لك حقا كان ضعيف الشخص. لا، ابو موسى الاشعري كان قائد عسكري فد، والنبي صلى الله عليه وسلم عطاه الولايه هنا وهنا وهنا. كان سياسي محنك وما بايش علي بن ابي طالب، كان ضد علي بن ابي طالب من البدايه. واللي مع علي بن ابي طالب هما اللي اختاروا ابو موسى الاشعري حيت عارفينه ضده وما غاديش يمشي معاه في الصف. فهذاك الشيء ملي تفاوض مع عمرو العاص، ها، دار داك الشيء اللي باغي هو، خلع علي بن ابي طالب ياك. وعمرو العاص قال لك الخلافه راه شاغره. ابو موسى الاشعري رشح عبد الله بن عمر، عمرو العاص رشح صاحبه اللي هو معاويه بن ابي سفيان، ومشات الامور على هكاك. وفي الاخر ملي قتلوا علي بن ابي طالب صافي ما بقى والو، ديك الساعه ولا الخليفه الرسمي الشرعي هو معاويه بن ابي سفيان. على اي، علاش ما يبكوش على علي بن ابي طالب؟ علاش ما يديروش عليه المندبه؟ لان الا داروا عليه المندبه خصهم ينتقموا، خصهم التأر. واش غيتأروا ويقتلوا روسهم؟ هذا هو السر. علاش ما كيبكيوش على علي بن ابي طالب؟ خصكم تقولوها للشيعه ودوك اللي عندنا في المغرب والجزائر ومصر، المتشيعين اللي كيلعبوا عليهم القنوات في العقل ديالهم. قول لهم علاش سيدنا علي ما كيبكيوش عليه كما كيبكيو على الحسين؟ لانه الا بكاو على علي فخصهم ينتقموا. واش غيقتلوا روسهم؟ الا. نتمنى الفكره تكون واضحه. سيدنا علي افضل من الحسين. علاش ما كيبكيوش عليه؟ لانهم خصهم يديروا المندبه باش يتأروا ويقتلوا القاتل. والقاتل راه هما حنا اهل السنه والجماعه في هذا العصر هذا. حنا الاحفاد ديال معاويه النواصب، هكا كيشوفوا فينا. هذوك راه ما عندهم الغرض لا دين ولا حتى شي حاجه، هذوك الهدف ديالهم القضاء على الاسلام. واوروبا والغرب عموما متحالف معهم عبر الظهور وعبر العصور. هذوك راه هما الماسونيين القدماء ديال الاسلام. باش تكون واضحين. علاش ما يبكيوش على جعفر بن ابي طالب كما قلنا؟ علاش ما يبكيوش على حمزه بن عبد المطلب؟ هو افضل من العالي وافضل من الحسين ولده. لان الا بكاو عليهم ممن غادي ينتقموا؟ ما عندهمش شي مشروع سياسي علاش غادي يبكيو؟ اذا هما كيديروا المندبه ديال يا حسين يا حسين يا حسين لاثاره الغوغاء. الحسين شكون اللي قتلوه؟ قتلوه النواصب اللي هما اتباع معاويه واتباع يزيد. اللي شكون هما؟ اللي هما حنا. فهمتوا الفيلم ولا؟ أننا نحن أحفاد الأمويين وأحفاد أبو بكر، يعني هما يلعنون الصحابة ويلعنون أمات المؤمنين. ما عارف الناس واش فاهمة هادشي ولا ما فاهمهاش. ولكن شوف على اللحي والطواقي ديال والعمائم ديال دوك المعممين الشيعة الماجوس كيتسعبوا راه على الدين. راه لا يعقل أن المسلم يشتم الصحابة ويكفرهم، راه ما كايناش هادي. الناس خاصها تنتبه لراسها، راه غادية في الطريق الغلط. ونعاود نكروها، انهم يتهمون معاويه بانه نصب ولده في ولايه العهد. راه اول من بدا التوريث ووراثه الحكم راه هما الحزب ديال علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لان من اللي قتلوه حطوا ولده الحسين الحسن.
وملي مات الحسن ها هما عيطوا على ولد الحسين عاودوا باش يحطوه، وملي تقتل الحسين رضي الله عنه عاودوا مشاو كذا 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 الولد زين زين العابدين تهوى يعني بيعوا الزيدي على اين. هذه قصه طويله. اذا شكون اللي دار التوريط والوراثه؟ راه هما السباقين في هذا الشيء. فعلاش هما جوزوها لنفوسهم انه يبايعوا ولد الخليفه اللي مات، وواحد اخر الا دارها باستشاره ديال الصحابه. معاويه ما دارهاش من راسه، راه المغيره بن شعبه وكبار الصحابه قالوا له الا ما خليتيش شكون غادي يكون راه غادي تنوض القربالة والفتنه. داكشي علاش ابو بكر عمل عمر الخطاب موراه باش تبقى القضيه غاديه نيشان، ماشي عملوا فرض وانما استاشر وقال لهم غنخلي هذا من اللي بغاوه وافق عليها. يعني بالغالبيه ديال الصحابه كبار وقاده على اين المندبه ديال الحسين، الهدف ديالها شنو هو؟ هو لقتل المسلمين. وراكم شفتوهم اللي دخلوا العراق شنو داروا؟ القتال والتشريد. شفتوهم اللي دخلوا سوريا جوج المليون ديال السوريين السنه تقتلوا وتشردوا 10 المليون باش تولي الغالبيه علويه نصيريه ديال القراميطه ديال بشار القرد. وراك شفتوهم في اليمن شنو كيديروا ثاني؟ كيفاش تعدوا على اهل السنه وهدموا لهم الدوله ديالهم، هدموا لهم الحزب ديال السنه اللي كان تما، هدموا كل شيء بدعم من طهران وبدعم من الغرب. فعلى المجتمعات العربيه المسلمه بالخصوص تنتبه لهذا. شوف يا حسين يا حسين علاش قبل منه، قبل منه هذه الفتره هذه قبل منه مورا العيد تقتل عثمان بن عفان، عثمان بن عفان تقتل من مورا الحج، مورا الحج تقتل عثمان بن عفان. ها هي الله داس على تقريبا شحال واحد 20 يوم ولا علاش حتى واحد ما هضر على مقتل عثمان في العالم لا في مصر ولا في المغرب ولا ما يقدروش، ممنوع. علاش؟ لان الحزب السري ديال الشيعه هما اللي كيحكموا. دوك اللي كيتسميو راسهم علمانيين وليبراليين وشيوعيين هذوك راهم ماجوج الشيعه متخفون. يقدرش خطيب الجمعه يهضر على المقتل ديال عثمان بن عفان وشكون اللي قتلو ودوك عبد الله بن سلمى، ما يقدرش لان ما خصهمش الناس يفهموا القصه ديال كيجيو ديال غير مقتل الحسين. يعني النهايه ديال الفيلم اي مقتل الحسين اي ها هو ها ولكن مقتل عثمان فين هو وعلاش كذا باش تفهم القصه كامله. ارجو ان تكون الصوره والفكره واضحه، وللقاء في حلقه قادمه.